السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوه بنفس الطريقه اللي غنعطيكم وما غاديش تندموا عليه. يعني كنحتاجوا هذا الكيك هكذا للكودي ولا الضيوف ديالنا. الصراحه هذا الكيك ما كيحشمش، يعني كينجح معاك من اول تجربه بسم الله. قبل ما غادي ندوزوا للمكونات والطريقه، اللي ما مشتركش في قناتي اشترك فضلا وليس امرا، وما تنسوناش بلي لايك للفيديو كتشجيع لنا باش دائما نجيبوا لكم الجديد، وما تنسوناش بشي تعليق اللي يكون زويون بحالكم، وشكرا لكم. بسم الله غادي ندوزو المكونات. هنايا كيف كتلاحظوا عندي هنايا واحد 4 ديال البيضات اللي يكونوا في درجات الغرفه. عندي هنايا واحد الياغورت بالنكهه ديال الفانيليا، عندي هنا واحد جوج ساشيات ديال الفانيليا، عندي هنايا نصف كاس ديال اللبن، كاس ديال العنبه، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر. الدقيق غادي نقول لكم يعني اثناء التحضير شحال غتحتاجوا في هذا الكيك. غادي نحتاجو واحد جوج ديال المعلقات ديال الخل اللي هما ضروريين في هاد الكيك، وغادي نحتاجو جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. بسم الله يلا ندوزو للطريقه. كيف كتلاحظوا هنايا اللبن ضفت له واحد جوج ديال المعلقات ديال الخل، ما عرفتش واش شديتهم ولا لا، ضفت ليهم جوج ديال المعلقات كبارين ديال الخل على هاد اللبن. غادي نحطو على جنب، غادي ندوزو نضيفو البيض نتاعنا، غادي نضيفو فانيليا، نضيفو كأس ديال السكر سنيدة، وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان. غادي ندرب هاد المكونات حتى يدوب معايا سكر سنيدة مزيان ونرجع معاك. ضربت البيض مع السكر يعني غير بالخلاط اليدوي، اللي بغى يعني يدرب هاد المكونات بالخلاط الكهربائي يدربهم ما كاين حتى مشكل. غادي نضيف هكذا واحد الكاس ديال الزيت، غادي نضيفو انا دفعه واحده، يمكن لكم الا كنتو كتدربوا بالخلاط الكهربائي تضيفوه تدريجيا. من بعد ما خلطت الزيت مع السكر والبيض، غادي نضيف ياغورت بالنكهه ديال الفانيليا. صافي غندرب هاد الياغورت مع هاد المكونات. بعد ما ضربت الياغورت غادي نضيف اللبن اللي ضفت ليه هكذا جوج ديال المعلقات ديال الخل، جوج ديال المعلقات ديال الخل. غادي نضيف واحد جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. انا هنا عندي دلعبان، نتوما بغيتو تضيفو ديال الساشيات يعني من الفئه ديال 8 غرام ضيفوهم. انا هنا فقط يعني كانت عندي ديال العبار ضفتها، هنايا درت جوج ديال الساشيات من الفئه ديال 8 غرام. وغادي نبدا نضيف الدقيق، يعني غادي نقول لكم يعني شحال خدات معايا بكاس العنبه، يعني هذا الكاس الاول. وغادي ندرب وغنشوف يعني شحال غتاخد معايا هاد الكيك، يعني كيختلف الدقيق على حسب حجم البيض، يعني واش كبير واش صغير. وهذا ممكن انا بالنسبه للبيض يعني اللي ضفت كل بيضه يعني 50 غرام هكذا ديال الوزن اللي في البيض. اللي بغى يضيف يعني البيض قل او اكثر يعني هذاك الشيء كيبقى لكم اختياري. هذا الكاس الجاوج وعندي كاس قل ربع ديال الدقيق، ما غاديش نضيفو كامل، وغادي نضيف تدريجيا حتى نشوف شحال ياخد معايا. المهم راني ضفت هنا داك ربع كاس ديال الدقيق، يعني ضفت معايا هاد الكيكه دقيق يعني 3 الكؤوس ديال العنبه. يعني كيف كتلاحظوا
يعني هذه هي الكيكه، القوام ديالها يعني خصو يجي على هذا الشكل، ما تقيش بزاف وما جاريش بزاف. من بعد ما تكتبوا هكذا رقم 8 يبقى شاد الفوق. صافي دابا غادي ندوز للمول، اقبته هكذا ودهنته هكذا بالزبده. غادي نضيف له القليل من الدقيق غير باش ما يتلصقش معاكم، فقط هذا الكيك. دابا بعد ما دهنت المول وسولت منه داك الدقيق اللي كيكون زايد، غادي نخوي الكيك ديالي كيف كتلاحظوا على هذا الشكل. صافي دابا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. غادي نرجعو هكذا فوق البوطه حتى يطيب معايا. بعد ما يطيب ان شاء الله تشوفوه في طبق التقديم. بالنسبه للطهي، يعني الطهي كاي كيك، يعني الا درتوه في الفرن ديال الغاز يعني ديروه على نار مهيئه، الا ديروه من الفوق حتى يطيب معاكم. بعد ما يطيب ويشد راسو ديروه لتحت يتحمر صافي وخرجوه. المهم غندوز انا نرجعو يطيب، من بعد ما يطيب ان شاء الله تشوفوه معايا في طبق التقديم. كيف كتلاحظوا معايا الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران زينتها على هذا الشكل بشويه ديال العسل هكذا وبالمكسرات، يعني كاوكا واللوز والقرقع ما هرمشين. الصراحه واحد الكيكه اللي جات رائعه كيف كتلاحظوا معايا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك للفيديو، كذلك اشتراك في القناه الى ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكذلك ما تنسوناش بشي تعليق اللي يكون زوين ومحفز. وشكرا لكم، الى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله.